ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟ لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتا، لأنه يصلي على حسب حاله. المريض يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولا يعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلا، أما إذا كان صغيرا دون البلوغ أو كان مجنونا أو زائل العقل بالكلية فهذا يرتفع عنه التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الحاصل أن الصلاة لا تسقط عن البالغ العاقل، عن المسلم البالغ العاقل، ما دام عقله ثابتا ولكنه يصلي على حسب حاله. نعم. إذا نستطيع أن نقول أنهما حالتان، هي حالة الصغر والحالة الأخرى هي فقدان العقل. فقدان العقل، نعم. هذا طبعا بالنسبة هذا بدون استثناء حالات النساء طبعا المعفين منها شرعا. الحائض والنفساء، نعم، هذا شيء آخر، هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط. نعم، شيء عارض. نعم.